الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي متابعي السباك اهلا بكم معلش انا اسف يا جماعه انني ما كملتش بقيه الصرف لكن حد طلب مني اختراع الغلابه والنهارده ان شاء الله جايب لكم الخلاط ده هو بس طبعا تم تعديل فيه وان هو طبعا الفيديو ده لاي فني او مبتدئ او اي صاحب منزل ان هو يقدر ينفذه طبعا الواحد المفروض يعني في بعض المعلومات كده لكن ان شاء الله مش هبخل عليكم باي حاجه النهارده آه انا محتاج بس دعواتكم آه ليا ودي حاجة انا بعملها لله والله هنبدا مع بعض ان شاء الله آه كل اللي بنحتاجه في خلطة يا جماعة آه تلاتة حرف تي خمسة وعشرين ملي تلاتة اربع يعني آه طبعا اتنين قلب القلب ده برضو اختياري ممكن نركب قلب سوليد ممكن نركب قلب الماني ممكن نركب قلب نص بوصة يعني دي على حسب ظروفنا وعلى حسب الامكانيات آه بنحتاج برضو اتنين كوبشة واتنين صامولة خلاط دي معانا نص جلبة نحاس يا جماعة دي جلبة نحاس بنقطعها وهنشوفها برضو احنا ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نقدر نصممه وطبعا ما الجلبة العادية لازم تكون جلبة دوران مضلعة زي كده يا جماعة الحاجة الجميلة النهاردة طبعا لغت لكم حكاية الكعب النحاس لانه في ناس كتير بعتتلي ومش متوفر هنعمله ان شاء الله أه برضو طريقة سهلة خالص بالمواسير البولي معانا بس أهم حاجة يا جماعة الشغل يكون معتمد ده كعب النحاس اللي هو أساسا مش متوفر ده اللي بيتكعب على خلطات الجلد والسرد وكل الأنواع اللي هي الكوبش القديمة لكن بيحتاج بوش آه يتصبله في الحرف كتير آه وللأسف حتى هو مش متوفر يعني طبعا الخلاط اللي احنا شايفينه ده أول ده نص بوصة يا جماعة عشرين ملي. آه، لقلب بتاعه راكب على على الحرف التي على طول لو احنا هنصب سن يا جماعه ما نشتغل على ال 20 مللي ما نشتغل على نص بوصه يعني بمعنى صح لو انا هصب سن زي اللي انا هركب الجلبة اللي انتو شفتوها دي دي بيكون على على الثلاث ارباع اللي هو الحرف التي الخمسة وعشرين مل طبعا ده آه موجود وده موجود طبعا كل اللي بنحتاجه وصله ماسوره زي كده بعد ما بنقطع الحرف التي بنقطعه من, من على الزاوية يا جماعة بنشيل الزاوية كاملة من هنا ومن هنا طبعا الصافي بيديني حوالي 3 سم ونص أنا أعمل حسابي أخليها 4 سم لأن طبعا بيكون في زيادات الزيادات دي بنحاول إن إحنا نشيلها يعني لما بنيجي نثبت النص جلبة دهون طبعا لازم نخش يعني محكومين شوية معلش أنا جابت الفيديو شوية يا جماعة عشان ما أطولش عليكم يعني لو في بعض ملحوظات يا ريت تكتبوا في التعليقات نحاول نبيت السن دون لغاية ما يبات معايا على وش الحرف التي او يكون مدفون مثلا حوالي اتنين ملي ولا حاجة بحيث ان انا محتاج اشيل الجزء الزيادة دون اللي هو بيكون اثر التسخين بتعمل دبلة كده اي قطعة مصورة حديد بتثبت بس عليها النص جلبة. لازم تكون مضلعة زي كده يا جماعة عشان ما تلفش معانا جوه البولي نخلي بالنا من النقطة دي لان في جلب في السوق بتكون دوران طبعا الجلبة الدوران دي لو قرصنا عليها في الرباط لو حد يعني اتعافى شويه على القلب وهو بيجي يغيره بعد كده فممكن الجلبه دي تلف الحاجه الثانيه طبعا ان احنا بنسيحها بنحاول ان احنا نسيحها يعني ما تسخن جامد على النار يا جماعه عشان لو سخن جامد هتبوظ معانا الحرف التاني يعني يكون السخونيه بتاعتها او الحراره بتاعتها معجوله ما تسيبهاش بقى لما تحمر خالص وبعد كده نثبتها لا بعد التسخين نحاول ان احنا نبرد بميه على طول عشان ما تسرحش معانا في الحرف التي لان لو سبتها وهي سخنه جامد هتغطس معاك تمام بعد كده بنحاول نمشيها على جسم المكوى هو عشان تدي الشكل الجميل ده هو في نفس الوقت لو انا عندي فيه اي زيادات او فواصل او سوس اثناء التثبيت او التسخين يعني تتقفل الكلام ده معايا طبعا هو عمره ما بيجيب ميه يعني الحمد لله ما فيش في اي تسريب بس تعملوه اللي هيعملوه يعملوا بنفس الدقه اللي انا بشتغل بيها دي طبعا الدبله الخارجيه احنا لما مشيناها على كده بيكون في حرف معانا الحرف ده بنشيله بقطر معانا بالراحه كده بحرص بحيث ان يديني شكل جمالي كده في الاخر ما يبقاش في بروز والبروز ده يعبي اتربه ووساخه بعد كده اهو سهله خالص اهم حاجه يا جماعه ظبطه الجلبه دي اللي انا ببيتها دي ده اهم حاجه في المشوار ده كله لو دخلت معانا غلط او دخلت بناحيه معانا تاكد ان الخلاط هيبقى فيه تسريب ميه ده حاجه نخلي بالنا منها يعني اهم حاجه واحنا بندخل الجلبه دي نستعد ايدينا كويس ما يحصلش تحريك جامد تكون ايدينا ثابته اثناء الضغط واحنا بنلبسها شايفينها انا طبعا ما جامد عشان كده انا بضغط عليها جامد عشان تنزل معايا يعني انه مخليها لسه اثر التسخين فيها ان الماسوره بتسخن معايا ذات نفسها فدي هي اللي خلاها تنزل معايا لكن النحاس بيبرد بسرعه يعني انا لو هثبت الجلبه لوحدها كده احطها على حاجه واضغط على الحرف التي تاكد انها تخش معاك بناحيه ما ينفعش وبعد ما ببردها بالميه اهو زي ما احنا شايفين طبعا بعد الصافي بتاعي بعد ما بشيل الزاويه بتاع الحرف التي او المشترك معايا من هنا ومن هنا بيديني الصافي بعد ما بثبت الجلبه ديا بيديني 3 سم ونص ودول اهم حاجه 3 سم ونص يا جماعه خلي بالنا حبايب المبتدئين انا عامل الفيديو ده لكل الناس النهارده والله ومش باخل عليكم باي حاجه عشان في ناس كتير بعتتلي وقالتلك وقالت لك في حاجات يعني تثبيت الجلبه والحاجات دي ما ظاهره في ال. لا النهارده ان شاء الله كل حاجه جايبها لكم عشان ان اي حد يقدر ينفذ المشروع ده هو سواء بامكانيات عاليه او صاحب منزل او كده يعني طبعا الثلاثه الثلاث قلوب اللي انا اتكلمت عليهم ينفع ان احنا نركب الالمانه او السولد او القلب النص بوصه اهم حاجه ان هو يكون نص بوصه يا جماعه شايفين طبعا انا بعمل في الجلبه بعد ما بنطحها اتنين الجلبه بتكف معايا خلاطه يا جماعه الجلبة بتكف معايا خلاط بطحها اتنين بتشتغل نص هنا ونص هنا ليه بقى انا كنت عامله بلاستيك وموفر جدا مش مكلف اهو بشرحها بالصاروخ طول وعرض بحيث ان انا اعمل فيها زي تسنين كده ده ما بينزل مع التسخين البولي بيخدم عليها عشان تعد معايا اكتر وما تطلعش معايا طبعا لما بيشتغل بشغل معتمد ده بيتحمل درجة حرارة لان في ناس يقول لك ده مش هيتحمل المية لا انا جربت على سخن وبرد يا جماعة وبقاله سنة عندي راكب في البيت وناس كتير يمكن انتوا شفتوا مركبه عند ناس برضو في الفيديوهات دي معانا الجزء النص بوصة اللي هو فيه الكعب طبعا ما يركب على المشترك التلات تربع طيب هنعمل ايه هنضطر ان احنا نلحم حتة آه، تلات أرباع وبعد كده هنشوف برضو مع بعض آه، هنتعامل معاها ازاي لأن المصورة نص المصر بوصة ما بتخشش جوه التلات تربع طبعا الدبلة دي أو الشفة اللي هي بترد على الصمولة عاملها سهل خالص أنا بحطها جوه على بحطها على المكوة ويا ريت إن احنا نفضل إن احنا نحط حاجة جواها بحيث ما تقفلش معايا وتخنقلي الماسورة من الداخل لأن لما بنضغط عليها في المكوة اللحام بتقفل معايا انا كل اللي إن انا عايزه حوالي 2 مل هو حاجه بحيث ان هي ما تكونش تخينه بحيث اقدر احط الكوتشة بعد كده لان لو تخنت الشفه دي هتيجي تحط الكوتشة مش هيكون في مجال لها او مش هيكون في مجال في السن ان هو بتاع الصماله يربط على الكرنك في الحيطه بعد كده طبعا نص بوصه داخلة على قد الصاموله محكومه معانا مفيش زيادات يعني اقل دبله معانا هتحجز معانا الصاموله ان شاء الله وده هيكون اوفر وامتن بحيث انا عملت الخلاط ده النهارده لان في حد طلبه مني يا جماعه عنده مياه جوفيه وطبعا بقول نسبه الملوحه عندي بتاكل الخلاطات وفي ناس كتير يعني فطبعا الخلاط ده يتحمل معانا اي درجه يعني اي صدع او ملوحه بيتحمل معانا طبعا بعد ما بثبت الجلبه بيكون في عندي زياده في البولي جوه بجيب له طعم لقم زي ده مش غالي يا جماعه ده طعم لقم بحيث ان انا اقدر انضف المشترك من الداخل دي الجزء اللي طالع معانا هو طبعا اللوم بيكون معايا مقاسين مقاس يعدي من السن النص بوصه ومقاس تاني لان هنحتاجه كمان شويه اللي هو بيكون اقل من نص بوصه والنص بوصه ده اللي بيرد معايا على الجلبه جوه يبقى انا نضفته اهم حاجه النضافه ده يا جماعه بحيث ان احنا ما عندنا فيه انسداد او الخلاط يكون ميته ضعيفه بعد كده لان لو ما الحاجات دي هيضعف معانا الميه دي الماسوره اللي هي ال 20 مل لل 25 مل يا جماعه طبعا بنلحم آه الماسوره دي وبعد كده هنقطعها مع بعض دلوقتي ان شاء الله بحيث دي اللي هلحم عليها الماسوره الثانية اللي هي النص بوصه اللي هي مكان الكعب النحاس يا جماعه اللي هي فيها الصاموله يعني الخلاط اللي كنت عامله بلاستيك ده يا جماعه قلبه بلاستيك والقلب بتاعه بيركب على البول على طول معمول له سن جوه البولي هو موفر لكن ده افضل يعني ده افضل حاجه في اختراع الغلابه يا جماعه لو اي حد ينفذه بالشكل ده أن لا هيعيش عنده يعني مش عايز اقول قد ايه هو يوم ما يحصل فيه مشكله القلب يركفش لكن الخلاط عمره ما يحصل فيه صدى لان المواسير طبعا خامه بيور متحمل كل الكلام ده كله طبعا بتصيبها تبرد آه ما نحاولش اللحام ده هو ما نحاولش ان احنا ايه آه نستعجل عليه طبعا ما ينفعش تقطع بالمقص يا جماعه لازم تقطع بالمنشار من على وش الحرف التي لان انا اتكلمت في البدايه انا المسافه عندي بتاعه القلب تمام على الوصله اللي هي هتلحم عليها الصاموره دي انا محتاج 3 سم ونص لان لو المسافه كبرت معايا أو ممكن في حد فك- يعني أنا شفت شغل حد عامله لكن منظر بس مش خلاط عملي. فطبعاً مش قصص من الحرف التيه وكده عمر القلب ما هيوصل للجزء بتاع الكعب يقفل خلاص هيوصل فين ده في مسافة كبيرة. يبقى أنا هفتح القلب على الأخر مجرد ما فتحت القلب على الأخر القلب ده قطعتين هجوم القطعة الفاركة وش الداخلية سايبة جوه لا هيقفل ولا يفتح. بعد ما بنطحها من على وش الحرف التيه يا جماعة أه بقسمكم عندي بتاع الماسوره التلات ارباع أه طبعا مش هيتحمل الماسوره او مش هيكون بنفس تخانه الماسوره النص بوصه فبنعمل ايه بنيجي على اللقمه اللي هي النص بوصه بتاعه اللحام او اللقمه اللي هي الذكر وبنحاول ان احنا نوسع الفتحه الداخليه دي بتاع القطر الماسوره اللي هي ال وعشرين مللي من الداخل اللي احنا لسه منها دلوقتي بنحاول اهو شايفين يا جماعه طبعا قفلت معانا جوه القفله دي ما ينفعش برده ان احنا نسيبها لازم نشيل الدبله الزياده دي تمام بعد ما نبرد أو تبرد بالميه يعني بنشيل الدبلة الزيادة اللي هي الخارجية والداخلية طيب الداخلية دي هنحتاج برضو لقمة زي اللي اشتغلنا بيها هو بياخد وقت والله آه لكن يعني انا بعمل الشغل ده هو انا والله زي ما زمان اتكلمت ان يعني لو أي حد عايز ينفذ الفكرة ده يا جماعة ينفذها أو أي حد ان هو يقدر يعمله في البيت عنده سواء سباك أو مبتدئ لسه أو صاحب منزل طريقة سهلة وإن شاء الله حد طلب مني ان انا اعمل خلاط ده انا بقول لي ما فيش مكوة لحام متوفرة ان شاء الله هعمل لكم خلاط ده هيكون بقى كل حاجة بإذن الله آه مش هنحتاج فيه مكوة اللحام خالص ربنا بس يعنى وفقنا كده دي معانا اللومة اللي هي الأقل يا جماعة طبعا بشيل الدبلة اهي شوف شالت معايا الزيادة اللي جوه وعدت معايا من الـ من الجلبة النص بوصة تمام احاول برضو الفها شمال ويمين عشان لو في عندي خشانه مكان ما هي دخلت مثلا ان هي تدي نعوميه في الداخل معايا اهو شايفين طبعا يا جماعه مفيش اي حاجه زيادات عنده خالص ده معانا القلب اهو طبعا عشان الحم القطعه الثانيه دي اللي هي النص بوصل اللي على كعب لازم اربط القلب طيب انا هربط القلب ده كده وخلاص يا جماعه لا مش هربط القلب وخلاص لازم افتح القلب قبل ما الحم عليه القطعه دي يعني انا ربطت اهو شايفين متسنطر جوه اهو عشان الجلبة داخلة عدلة لو الجلبة مش داخلة عدلة معانا مش هيكون القلب متسنطر على المخرج اللي هو هيركب عليه الصمود. ده الجزء اهو الحتة القطعة اللي انا عملتها على اللي عملنا لها الشفة على المكوة ممكن تتعمل على اي حاجة لو بتسخن عندك حاجة هتتعمل طيب احنا هنثبت القطعه دي مش هينفع نمسك من الصاموله هيكون فيها اهتزاز لانها المسافه بتاعتها قصيره خالص بنجيب اي نبل عندنا اي نبل نحاس بحيث ان انا اقدر اتحكم في الوصله اللي انا هلحمها دي وتكون ثابته معايا لان انت مش هينفع تمسك من الصاموله وبتكون الجزء ده هو داخل الصاموله من الداخل يعني الجزء اللي هو نص بوصه بيكون داخل معانا فبنرش ان احنا نتحكم فيه طيب القلب بقى ما متكلمتش انا عليه معلش اما نيجي نربط القلب ده يا جماعه نفتحه مينفعش نلحم عليه القطعه دي والقلب لان دلوقتي الشفه اللي هيرد عليها القلب هي البول اللي انا عملته اثناء التسخين بيبقى عامل بيخش على الكاوتشه او الجزء اللي فيه الكاوتشه في القلب فبيطبع معايا ومش هيجراله حاجه مش هتسيح لو احنا خايفين ممكن نجيب اي قلب قديم نعمل عليه وبعد كده نغيره مفيش مشكله فبسيب القلب مفتوح بحيث ان انا مفتحوش على الاخر برضه يعني عندي بيبقى في كاوتشه في القلب الداخلي ما خليش القوتشة دي تظهر معايا يا جماعه ما خليهاش تظهر يعني ما يكونش مفتوح على الاخر اسيب في سنتين رباط تمام وبعد كده اقفل القلب بتاعي والحم عليه الجزء ده اهو اهو شايفين جوه المصد اهو يا جماعه شايفين دي بقى مصد جوه مربع معايا جميل حاجه ما شاء الله تفتح القلب بعد كده خلاص يقفل ويفتح معاك كويس طبعا انا كنت حاطط بس الكاوتشه دي عشان تزنوا معايا على النبل اللي انا كنت ايه مركبه اه شايفين يا جماعه من الداخل عملت مصد معايا يبقى عندي دلوقتي اسيب فيه السنتين دول بحيث لو حبيت انني القلب ما يفتحش معايا على الاخر لان لو عملته على الاخر القلب دي الكاوتشه بتضعف بعد فتره فهيقوم مفوت معايا خلاص لو فتح على الاخر القلب بيحصل فيه بيفوت يا جماعه لو الجزء الداخلي اللي في الكوشة ده على الاخر بيفصل من القلب لانه على سن من جوه القلب يعني في سن داخلي جوه القلب ذات نفسه فما بلف يعني الجزء اللي هو المشرشر اللي بيبقى عليه الكبشه الجزء ده بيخرج لبره هو ده اللي بيتحكم في السحب والدخول والخروج يعني شايفين اهو المنظر طبعا حاجه جميله خالص ما شاء الله واي حد ان هو يقدر ينفذها بالخطوات اللي انا بعملها ده يا جماعه طبعا ممكن نعمل انطره بلاستيك وممكن نعمل انطرة هاند ميكسر طبعا هنركب النهاردة ان شاء الله انطرة هاند ميكسر بحيث برضو الانطرة اللي هي البلاستيك بتكون مكلفة شوية يعني بتكلف اكثر من الهاند ميكسر تخيلوا لان المصارة بتكون معتمدة بتحتاج لها حوالي اربعين سنتي. فبيكون او 35 سم ف طبعا مواسير غاليه الحاجه الثانيه بتحتاج فلتر وبتحتاج زور بتاع الانطره تمام طيب احنا عندنا دلوقتي مقاس الخلاط هنخليه كام؟ نخليه 15 ونص يا جماعه، ليه بقى؟ انا عندي الخلاط الهاند ميكسر الجديد اللي هو بيد متحركه من فوق في النص ده بيكون على 15، الكوش بتاع زمان بيكون على 16 سم. فاحنا نخليه 15 ونص بحيث ان هو يشتغل معانا كده وكده يعني ممكن يشتغل على المخارج عندي على ده او ده. ما خلوش 16 سم لو انا عندي خلاط هاند ميكسر وحبيت اركبه مش هيركب معايا. برضو المواسير لو انا عايز اخلي شكله حلو او اغير في شكله ممكن اعمل له حته معزول مفيش مشكله بس اهم حاجه يكون خام بيور يا جماعه لان المواسير الشعبي اللي هي التعبانه او الرخيصه يا جماعه مش هتتحمل درجه حراره الميه يعني انا بقول لكم عشان ما تعملوش ويرجع بعد كده يبقى في تسريب او في مشكله اهم هي ان احنا نعمله بالمواسير المعتمده يا جماعه اي شركه اي شركه نشتغل بيها ده طبعا بيتلحم معانا مصورة. خمسة وعشرين ملي على المخرج التالت في الحرف التي طبعا انا عند الصافي بيكون لو انا هعمله على خمستاشر ونص او ستاشر سنتي بيكون الوصلة دي اربعة سنت ونص يا جماعة احنا نخليها اربعة سنتي يعني يفضل انها تكون اربعة سنتي بحيث ان ممكن المكوة يعني المصورة ما تخشش جوه المكوة على الاخر فما يأثرش معانا بعد ما نلحم نقيس من الزاوية بتاع الحرف التي لاخر المصورة اربعة سنتي من أربعة لأربعة ونص ما نزيدش عن كده دخلنا القيمة كلها دخل الماكيوت اللحام واحنا بنلحم نخليها أربعة ونص لأن مش شرط يعني أن أنا أخش لغاية الزاوية في الخلاط يعني عادي لو سبت نص سم مش هيزعلنا في حاجة ده المشترك اللي هو هيركب عليه الأمطار إن شاء الله هو بيحتاج تلات مشتركات بس ان شاء الله بقيت حبايب المبتدئين تكملت الصرف ان شاء الله هننزلها لكم الحركه القادمه ان شاء الله معلش انا يعني اسف نخلصنا خلصنا القعده وهنشتغل في الصرف الداخلي ان شاء الله البيبه وصرف وحوض المطبخ وحوض الوش باذن الله طبعا انا نلمح المحكوسه يا جماعه انا عندي في زاويه طالعه من حرف التي المح عشان ما تطلعليش الانطره مرحله على على اي اتجاه ممكن تيجي على الخلف ناحيه الحيطه وممكن تبقى كافيه ناحيه الحوض نحاول نستعدلها ده معانا نجيب له ان شاء الله هنركب عليه الامطره زي ما انا اتكلمت ده لو احنا عايزين نعملها بلاستيك انا عملت بلاستيك قبل كده وموجوده على القناه تسيحها سهله خالص بالهيطر وبأي باي سلك جواها كخرطوم خرطوم او بنملى الماسوره رمله وبنسخن عليها بالهيطر وبنكسحها الدوران اللي احنا محتاجينه وبيركب لها عاد الزور بتاع الانتر هاند ميكسر بيركب عليه بس الافضل لو انا هركب انطار هاند ميكسر بركب نبل زي كده بثبته معايا طبعا النبل ده بسخن عليه لازم يا جماعه ابيت الجزء المضلع بتاع بتاع النبل ده يبات معايا جوه الحرف التي ليه بقى عشان لو حبيت اعرس عليه برضه في الرباط بعد كده ما يحلش معايا يعني ايه ما يحلش معايا ولو حل حتى هو كده عمل سن عمل سن جوه الاوس لو هو حل او احنا ما على الاخر بنلف عليه طفل بعد كده وبنربطه ان شاء الله هيشتغل برضه معانا لان انا لما بسخن حاجه زي كده بسن وبثبتها جوه البولي بتعمل سن جوه يا جماعه يعني ممكن احله واربطه تاني عادي لكن يفضل ان الجزء المضلع ده هو يبات معايا جوه البولي عشان يكون ثابت معايا اكتر شايفين انا بضغط فيها خدت وق وقت معايا هو عشان انا ما اسخن الحاجه زياده عن اللزوم لان التسخين ده برضو له وقته معايا طبعا خلطنا مكلف شويه لكن يعني ان شاء الله على مسؤوليتها يا جماعه يعيش مع يعيش احسن من اي خلاط موجود انا بعمل الحاجات دي والله وبتعب فيها عشان ان اي حد ان هو يعني يقدر ان هو يعمله وفي نفس الوقت برضه يعني احنا شايفين طبعا غلاء الاسعار والحاجات في ناس كتير ما بتقدرش ان هي تشتري الخلاط اللي هو الجاهز طبعا انا ممكن ما جربوش خالص لكن في بعض الناس بتعلق لي ويقول لك ما جربتوش على الميه ليه أه ما شاء الله ضغط الميه بتاعه 10 على 10، الحاجة برضه عايز اتكلم عليها مش في الخلاط الغلابة بس يا جماعة، لأ في أي خلاط اللي هو الكوبش دوًا لما نيجي نقفل ممكن يقطع معايا مية ويكون يجيب لفتين كمان، فبلاش ما دام قطع مية بلاش إن إحنا ندي اللفتين في الكوبشة ديًا أو نضغط عليه في الرباط جامد، لأن ده اللي بياكل معايا الكاوتشة أه بتاعة القلب من جوه. عشان كده انا بقول من ايه مجرد ما يعني خلي ايدينا برفقة عليه مجرد يا ما ايه يقطع ميه خلاص ملوش لازمه ان انا الف الكوبشة مرتين كمان لانها هتجيب معاك لكن هيعصر الكوبشة الداخليه معايا كده خلصنا هو يا جماعه يا ريت ان انتوا الناس اللي لسه اول مره تشرفنا او تشوفنا ان هي تدعمنا بلايك واشتراك عشان الكل يستفيد ويوصلوا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته